السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الكتاب الفضائية من غزة أستهلها بأبرز العناوين. جهاز الشباك يأمر حكومة الاحتلال بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى وتواصل التضامن مع المضربين لليوم 47. بابا الفاتيكان يدعو بيريس والرئيس عباس للتحلي بالشجاعة لتحقيق السلام، والأخير يؤكد ضرورة أن يكون عادلا وشاملا. تسليم وزارتي العمل والمرأة لحكومة الوفاق وسط مخاوف من تأثير أزمة الرواتب على المصالحة وتواصل إغلاق بنوك غزة. أهلا وسهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن إجراءات الاحتلال العقابية بحق الأسرى كان استجابة لأوامر جهاز الشباك الذي أوصى بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى، وكانت حكومة الاحتلال رفضت أمس الاستئناف ضد قانون الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وصادقت على القرار الذي يمنع العفو عن الأسرى المحكومين بالمؤبدات خلال صفقات التبادل أو الصفقات السياسية. هذا ويواصل في قطاع غزة عدد من الناشطين اعتصامهم أمام مقر الصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 47 على التوالي. هكذا بدت الصورة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة. أطفال، نساء، شيوخ، رجال يعلنون تضامنهم مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. فالقضية بالنسبة لهؤلاء كما الأسرى ليست مجرد أرقام وأيام تعد، بل هي مطالب بحقوق نصتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. خلال تجربتي عن الإضراب عن الطعام، لا سمح الله ولا قدر الله هناك احتمال وقوع شهداء في هذه المرحلة من إضرابهم عن الطعام، لأنه لا يشعر بهذا الشيء سوى الذي خاض هذه المعركة، وهي معركة الإضراب عن الطعام، وهي معركة الكرامة، وهي نعم للجوع ولا للركوع. ولأن القضية إنسانية بالدرجة الأولى، كان هذا الاعتصام للصحفيين العاملين بقنوات محلية وعربية. جئنا لننقل رسالة الأسرى إلى العالم، وكذلك أيضا أن نوجه رسالتنا لزملائنا الإعلاميين العرب وإلى القنوات الفضائية العربية بضرورة تخصيص ساعات من البث لنقل معاناة الأسرى الفلسطينيين. أيضا عندما نتحدث أن بعضهم بات في خطر شديد، وأن الكثير منهم يقبعون في المشافي الإسرائيلية، وأنهم مهددون بالموت المفاجئ. نحن بحاجة إلى استنهاض حقيقي على كل المستويات. يجب أن تفرض مساحات إعلامية كافية على مستوى يعني الفضائيات، أن يكون هنالك برامج تليق وتوازع عذابة الأسرى في داخل السجون، أن يكون الإعلام صاحب رسالة فيما يتعلق باستنهاض الشارع الفلسطيني وكذلك العربي، أن يكون هنالك مشاركة لاتحاد الصحفيين العرب وكذلك اتحاد الدوليين. شرارة الإضراب عن الطعام بدأت كسلاح اتخذه الأسرى في ظل محاولات إسرائيلية متواصلة لكتم أصواتهم. سلاح وإن كان على حساب صحتهم، إلا أنه كثيرا ما يكون الأكثر فعالية لإيصال أصواتهم للعالم من أجل نيل حقوقهم، لكن الأمر يحتاج إلى وقفات تضامنية شعبية لترجيح الكفة لصالح الأسرى. الأسرى الإداريون امتلأت بهم سجون الاحتلال ظلما وقهرا وعدوانا. اعتصام كهذا أمام مقر لجنة دولية كالصليب الأحمر لن يغير شيئا ما لم يكن هناك تدخلا دوليا يحسم القضية لصالح الأسرى المضربين قبل فوات الأوان. محمد صبح، قناة الكتاب الفضائية، من أمام مقر لجنة الدولية للصليب الأحمر، قطاع غزة. وفي السياق، قال نادي الأسير إن 13 أسيرا من المضربين عن الطعام أصيبوا بنزيف حاد، فيما تم نقل حالتين للعناية المكثفة. هذا وشهدت مدن الضفة الغربية إضرابا تجاريا تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، فيما أكد وزير الأسرى في حكومة التوافق شوقي العيسى إجراء اتصالات مع جهات دولية للتدخل لإنقاذ المضربين. هكذا بدا المشهد هنا في رام الله بالضفة الغربية. أبواب المحال التجارية مغلقة، وصور تعبر عن قضية الأسرى، ورايات ترفع شعارات الحرية لهم، استجابة للإضراب التجاري الذي دعا له نادي الأسير الفلسطيني
ومؤسسات معنية بقضية الأسرى نصرة للمضربين في سجون الاحتلال. ومع دخول المضربين يومهم 46 على التوالي تزداد الفعالية التضامنية معهم دعما لقضيتهم، وتتواصل معها الدعوات المطالبة لحكومة الوفاق الوطني لبذل جهود أكبر لتفعيل قضيتهم على الصعيد الدولي، الأمر الذي أكد عليه وزير الأسرى الجديد. في اعتقادي هناك مسؤولية كبيرة على الدول الأعضاء في معاهدة جنيف الأربعة. فلسطين الآن عضو كامل العضوية في هذه الاتفاقيات، والاتفاقية الرابعة والثالثة تنص على حقوق بشكل واضح للأسرى الفلسطينيين، إسرائيل تنتهكها دائما. وفيما تتزايد التخوفات على صحة المضربين خاصة مع الأخبار التي تتوارد عن نقل عدد منهم للمشافي لتدهور وضعهم الصحي، يؤكد الصليب الأحمر الدولي تواصله مع الاحتلال لتوفير المزيد من الأطباء لمراقبة حالتهم الصحية. نتأكد أولا أنه يعني حقهم محفوظ، يعني حقهم في القيام بالإضراب وحقهم في التقرير كيف يتم الإضراب، وثانيا نذكر السلطات الإسرائيلية بحقوق هؤلاء الأشخاص، ونحاول أيضاً أن نتأكد أن هناك تواصل مع أسرهم، لأن هناك درجة عالية من القلق من قبل الأهل، يعني لعدم معرفتهم بماذا يحدث مع أبنائهم في السجون. مدينة خليل الرحمن شهدت هي الأخرى وقفة تضامنية مع الأسير أيمن طبيش الذي دخل يومه الأول بعد المئة في الإضراب المفتوح عن الطعام، مع تقارير تفيد بتدهور خطير في صحته. والله أنا خايفة على ابني كثير كثير هالكيت، لأنه وضعه صعب جدا، واللي بروح بزوره بيرجع بقول كل زيارة وضعه بتردى عن الزيارة اللي قبلها، وبقول نظره هالكيت خفيف، يعني بقول يمكن نظره ما يعاودش يرجع، بقول إن الدكتور المحامي اللي زاره، ورجليه بقول إذا عاش يمكن على كرسي متحرك يمشي عليه. ورغم المطالبات المحلية والدولية للاحتلال بوقف ممارساته التعسفية بحق الأسرى في سجونه، إلا أن الأخير لم يقم بأي خطوة تظهر نيته الانصياع لهذه النداءات. من جهة أخرى، سمحت سلطات الاحتلال لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن ريمون عبر معبر بيت حنون شمال القطاع. إلى ذلك اختتم الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى أعماله، والذي عقد في العاصمة الهنغارية بودابست بحضور فلسطيني وعربي وأوروبي. وأوصى الملتقى بضرورة إسناد الأسرى في سجون الاحتلال وتقديم كل سبل الدعم لهم، كما طالب بمحاكمة إسرائيل بسبب اعتدائها على الفلسطينيين. مواصلة النضال على كافة الأصعدة وتحديدا على المستوى الدولي للتعريف بقضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، الاستفادة من الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو وانضمامها لمجموعة من المنظمات الدولية لدعم الأسرى، دعم ومسندة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الإداريون وتكثيف جهود المسندة لهم، تعزيز التعاون مع المنظمات والشخصيات الأوروبية المساندة للشعب الفلسطيني، ووضع آليات لتطوير واستمرار العمل معها نصرة للأسرى. دعوة الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد ومناقشة الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى. دعوة البرلمانيين الأوروبيين للعمل على إطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال. حث الدول الأوروبية على مواصلة مقاطعة بضائع المستوطنات ومنع المستوطنين من دخول أوروبا، رفع قضايا ضد إسرائيل في المحاكم الأوروبية لمحاكمتها على انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بعد مداهمة منازلهم بالضفة الغربية. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال منزل أحد المواطنين في الجهة الجنوبية لقرية فرعون جنوب مدينة طولكرم. وفي قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق حي الشجاعية نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين دون أن يبلغ عن وجود إصابات. أكد الرئيس محمود عباس ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة حتى يعيش الكل في أمن وطمأنينة. جاءت تصريحات الرئيس عباس بعد لقائه مع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. بدوره دعا البابا فرانسيس الرئيسين عباس وبيريز إلى التحلي بالشجاعة لصنع السلام. per fare la pace
إن صنع السلام يحتاج إلى الشجاعة أكثر بكثير مما تحتاجه الحرب، والشجاعة تدعونا لنقول نعم للقاء وليس للصراع، نعم للحوار وليس للعنف، نعم للمفاوضات وليس للقتال، فكل هذا يحتاج إلى الشجاعة والقوة والمثابرة. إن ذكرى هؤلاء الأطفال تغرس فينا الشجاعة وحب السلام وقوة المثابرة والحماس في الحوار. ربنا اجعل السلام الشامل والعادل يحل علينا وعلى ربوع منطقتنا، لينعم شعبنا وكل الشعوب الشرق الأوسط بل والمعمورة بثمار السلام والاستقرار والعيش المشترك. وقع المفكر الأمريكي العالمي نوعام تشومسكي على عريضة لا لحصار غزة التي أطلقها رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، وقال تشومسكي إن كل يوم يمر في الحصار الإسرائيلي ضد غزة يمثل عارا على المجتمع الدولي الذي يتغاضى عن هذا الوضع البغيض، مؤكدا ضرورة إنهاء الحصار بشكل فوري، وبين أن الحصار الذي يتعرض له أهل غزة صمم كي يبقوا على أدنى مستويات البقاء الإنساني ويمثل أحد أعظم الجرائم التي شهدها القرن الحادي والعشرين. التقى وزراء حكومة الوفاق الوطني في غزة مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة وهي المعابر ومواد البناء والحدود وعدد من المشاريع. هذا وتسلم وزير العمل ووزيرة شؤون المرأة في حكومة التوافق مهام منصبهما من نظرائهم في حكومة غزة السابقة. يأتي ذلك فيما تسود المخاوف من تفاقم الأزمات من بينها أزمة الرواتب، مما قد يؤثر على أجواء المصالحة، خاصة بعد تصريحات الرئيس محمود عباس التي قال فيها إن على حركة حماس توفير رواتب بموظفيها، بالإضافة لتواصل إغلاق البنوك منذ الأربعاء الماضي. يسير تسليم الوزارات من حكومة غزة السابقة إلى وزراء حكومة التوافق المتواجدين في القطاع على قدم وساق. فبعد تسليم وزارة الإسكان والأشغال ووزارة العدل، تسلم وزير العمل مهام منصبه بشكل رسمي من نظيره السابق في مراسم لم يغب عنها حجم التحديات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، والتي من أبرزها قضية الموظفين. هذا الموضوع يحتاج إلى لجان لتقوم بدراسة الأمور، تسكين الموظفين بعيدا عن الترهل الوظيفي، وحتى لا يكون هناك نوع من التضارب بين الموظفين والمسؤولين وإلى آخره. لكن القاعدة التي يجب أن تكون مفهومة، لن يضار أحد. وزارة شؤون المرأة شهدت المراسم ذاتها لتكون بذلك الوزارة الأخيرة التي تسلم لوزير من حكومة التوافق في غزة. هذا ما كنت أدعو إليه منذ زمن عند طرح المصالحة، وأقول يا الله أنها يتم المصالحة بشكل سلس وبشكل هين وبشكل سليم وبشكل سلمي، وتم ما كنت أرجو من الله. يطالب الفلسطينيون بأن تسير الإجراءات السياسية كتسليم الوزارات بالتوازي مع خطوات فعلية على الأرض تساعد في احتواء الأزمات القائمة والتي يخشى أن تتفاقم وتؤثر بشكل سلبي على أجواء المصالحة الوليدة. فأزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غير القادرين على تسلم رواتبهم ما زالت قائمة بسبب إغلاق الشرطة البنوك في غزة منذ الأربعاء الماضي بعد مشاجرات بينهم وبين موظفي غزة الذين يطالبون برواتبهم. الأزمة الأكبر بتيجي علينا إحنا موظفين، بس الأزمة برضو يعني تصدر للشارع الفلسطيني، لأنه أنت بتعرفوا قطاع غزة بشكل عام ينتظر رواتب موظفين السلطة الفلسطينية لإحياء البلد، تمام؟ كذا ما أنتم عارفين الوضع الاقتصادي في غزة سيء جدا. غياب معلومات واضحة بخصوص آلية عمل الموظفين ومواعيد محددة لانتهاء عمل اللجان التي شكلتها حكومة التوافق لدراسة ملف موظفي غزة، كلها عوامل خلقت حالة من الترقب في الشارع الفلسطيني. باسل العطار، قناة الكتاب الفضائية، قطاع غزة.
أهلا بكم في الملف العربي والدولي، ونبدأ من مصر حيث تسلم الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي مهامه رسميا من الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد توقيعه على وثيقة تسليم السلطة. وقال السيسي في كلمة له قبل التوقيع على الوثيقة إنه يتطلع لقيادة مصر وحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، كما قدم شكره لكل الداعين العرب لبلاده. إنني أتطلع إلى مشاركة كافة أصدقاء مصر في هذا المؤتمر للإسهام في بناء مصر الجديدة ومشاركة الشعب المصري آماله وطموحاته، كما أتطلع إلى تعزيز علاقات مصر مع دولكم الشقيقة والصديقة لنكمل مسيرة تعاوننا ونجني سويا ثمار مشاركتنا لنعمل لصالح نشر قيم الحق والسلام ولنؤمن لبلادنا وشعوبنا مستقبلا أفضل. وصلت قوات النظام السوري استهدافها لعدة مناطق في سوريا أبرزها حلب وريفها وريف دمشق، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى. وقالت مصادر في الثورة السورية إن عددا من القتلى أغلبهم من النساء والأطفال سقطوا جراء إلقاء المروحيات براميل متفجرة على حي الأشرفية وبني زيد شمال حلب، كما طال القصف حي الحجرية بحلب مما تسبب في دمار واسع في المباني والبنية التحتية، فيما قصفت قوات النظام بصواريخ فراغية بلدة حيان بالريف الشمالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في تفجيرين متتاليين استهدفا مقرا حزبيا كرديا في منطقة جلولاء الواقعة في محافظة ديالي شمال شرق بغداد. وقال مسؤولون في الشرطة إن الهجوم وقع في ساعات الصباح عندما فجر مهاجم نفسه بحزام ناسف عند بوابة مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني، تبعه بعدها بدقائق تفجير سيارة مفخخة بعد وصول تعزيزات من الشرطة للمكان. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات شهدتها العاصمة بغداد أمس أسفرت عن مقتل 75 شخصا على الأقل وعشرات الجرحى. قتل 23 شخصا في هجوم مسلح تبنته حركة طالبان استهدف مطار كراتشي أكبر مطارات باكستان وأكثرها ازدحاما بحركة المسافرين. واقتحم المسلحون المزودون بقنابل يدوية المطار وفجر أحدهم نفسه أمام مركبة مدرعة، فيما حوصر المسافرون بين خط المواجهات المسلحة بين المهاجمين والجيش الباكستاني. هذا وقال الجيش إن قواته تمكنت من استعادة السيطرة على المطار بعد مواجهات عنيفة مع المهاجمين العشرة والتي انتهت بمقتلهم جميعا. حضر 12 مصابا إلى المستشفى بمن فيهم رجال الشرطة وموظفون وفرد من قوات أمن المطار، وقمنا بتحويل 4 منهم إلى غرفة العمليات وإخلاء العنابر بعد إعطاء نزلاء الإسعافات الأولية، وقد تلقين 11 جثة ولم يتم تحديد شخصية 2 منهم حتى الآن، بينما تم تحديد البقية. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في كوسوفو فوز حزب رئيس الوزراء هاشم تقي وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية، وقد حصل الحزب الديمقراطي على ما يقرب من 33% من أصوات الناخبين، متقدما بذلك على الرابطة الديمقراطية لكوسوفو والتي تعد جبهة المعارضة الرئيسية في البلاد والتي حصلت على ما يقرب من 25%. مساء الخير، أود أن أهنئكم بانتصار الحزب الديمقراطي في كوسوفو. مبروك كوسوفو، إن بلدنا على استعداد لإنجاز أحلام كبيرة مرة أخرى، ونحن سوف نسير إلى الأمام وسوف نظهر للعالم أن استقلال كوسوفو لم يكن سوى البداية وليس النهاية.
أدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت شمال أفغانستان إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وفق ما أعلنت السلطات المحلية هناك. وقال الحاكم المحلي سلطان محمد عبادي إن الفيضانات اجتاحت 6 قرى على الأقل في منطقة فقيرة وجبلية بإقليم بغلان في الشمال الأفغاني، مؤكدا العثور على 74 جثة حتى اللحظة، فيما تتواصل جهود الإنقاذ هناك. لقد جئنا من أجل أن نحقق في ملابسات الحدث وظروفه الحالية ونتخذ الإجراءات الحقيقية التي من شأنها مساعدة الناس بفعالية كبيرة. لقد مات قرابة 74 مواطن، نجحنا في استخراج عدد كبير منهم، لكن ما زال عدد آخر تحت المياه، عدد من أخواتي وأخواتي منهم، نطالب الحكومة بمساعدتنا. أعلنت السلطات الصينية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انفجار وقع في مبنى سكني في مقاطعة يونوان. ووقع الانفجار في مبنى سكني مكون من 6 طوابق وأدى إلى تحطيم جميع نوافذ المبنى وانهيار جزء من جدار التقسيم، وهرعت أعداد كبيرة من الأطباء ورجال الإطفاء إلى المكان، فيما أكدت الشرطة الصينية أنها ستفتح تحقيقا في الحادث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. أعود مذكرا بأبرز ما جاء فيها من عناوين: جهاز الشباك يأمر حكومة الاحتلال بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى وتواصل التضامن مع المضربين لليوم 47. بابا الفاتيكان يدعو بيريس ورئيس عباس للتحلي بالشجاعة لتحقيق السلام، والأخير يؤكد ضرورة أن يكون عادلا وشاملا. تسليم وزارتي العمل والمرأة لحكومة الوفاق وسط مخاوف من تأثير أزمة الرواتب على المصالحة وتواصل إغلاق بنوك غزة. في أمان الله.